أنا اليوم مستعدة أعيش مرحلة جديدة بحياتي. أنجيلا بشارة بين أحضان الرجل وسيم بعد هجوم أنجي خوري عليها بسبب وائل كفوري. إليكم ما حصل. أثارت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري الجدل مجدداً في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، نشرت أنجيلا عبر خاصية الستوريز على حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها ظهرت فيها وهي تعانق رجلاً غامضاً لم تذكر هويته، إلا أنه بدأ مقرباً منها للغاية. هذا الأمر لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأى البعض منهم أنه من الممكن أن يكون حبيبها. بليز ما بقى تألفوا إشياء، ما بقى تحكوا إشياء من راسكم، مش حلوة. أما الحقيقة فهي أن الشاب الذي ظهر مع أنجيلا في الصورة هو شقيقها على الأرجح، والتي من المعروف عنها أنها مقربة جداً من عائلتها. وكانت الفنانة السورية أنجي خوري قد ردت مؤخراً على أنجيلا بشارة، وذلك بعد انتقاد الأخيرة لصورتها التي كانت نشرتها سابقاً وظهرت فيها مع وائل كفوري. وتداولت عدة صفحات فنية مقطع فيديو لخوري ظهرت فيه وهي تهاجم أنجيلا وقالت: أنجيلا حياتي، ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئ إلى القضاء. أنجيلا حياتي، ما كون أنا سبب طلاقك كمان. وأضافت خوري: مش معقول الغيرة، ما عم صدق، بس بتعرفوا لو أنا محلة يمكن كنت غرت وفقعت. وختمت خوري الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية وائل الأخيرة البنت القوية. وفي السياق، كانت أنجي خوري قد نشرت على حسابها الرسمي على إنستغرام صورة جمعتها بالفنان اللبناني وائل كفوري، وعبرت عن شوقها الكبير له من خلال التعليق الذي كتبته على الصورة وجاء فيه: يا الله شو اشتقت لها الأيام، عن جد هيدا الإنسان بحبه من قلبي. يلا نولع ثم عادت خوري وحذفت الصورة مع التعليق، وقد تفاعل المتابعون مع الخبر متسائلين عن قصد خوري بهذا التصرف. أنا مني وكل الحكي عني. من جهة ثانية، كانت ابنة الفنان اللبناني قد لفتت الأنظار إليها مؤخراً، إذ نشرت أنجيلا صورة لابنتها في أول يوم دراسي لها. ما بعرف ليش ما فيني أنساك أنا كل شيء أنت. وظهرت الطفلة جالسة في صفها وعلامات السعادة واضحة عليها، وكذبت على الصورة: عدنا إلى المدرسة. وقد تفاعل المتابعون مع الصورة وأعربوا عن إعجابهم بابنة وائل كفوري الصغيرة، كما بدا واضحاً الشبه بينها وبين والدها. شو بينفع لعيونك تدمع وتقولي لدماني لتنديني.